صباحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. أجوانا معتدلة ورطبة خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية، سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلومتر ساعة مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق. أما الطقس المتوقع نهار اليوم أجوانا راح تكون حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر، مثل ما نلاحظ استمرار لرياح الكوس الجنوبية الشرقية سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلومتر ساعة. أما درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم ما بين 32 إلى 36 درجة مئوية العظمى زرنا الشمالية، وأربع بوبيان فيلتش قد تصل إلى 33 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله راح تكون خفيفة إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 1 إلى 4 أقدام. المواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 4:29، موعد شروق الشمس في الساعة 5:48، أما غروب الشمس الساعة 5:19. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام القادمة إن شاء الله رطوبة نسبية أعزائي المشاهدين مستمرة معانا خلال الأيام المقبلة، وأيضا فرص تشكل الضباب واردة أحيانا خاصة خلال فترات الليل المتأخرة وأيضا بداية ساعات الصباح الأولى. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة الكويت ما بين 33 إلى 36 درجة مئوية الأيام المقبلة، بالنسبة للصغرى ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة.